السلام عليكم، كيداير؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين. المهم اليوم عاوتاني طلعنا للمكناسه، ولكن هاد المره ديري ليها لقينا الكراسي ديالهم على برا حيت شكينا الشميشه، ديري الكراسي على برا، جلسه زوينه، جالسين هكا العائلات كلشي، وهناك انتم شوفوا الزيتون من مورانا دين واحد الجلسه زوينه. واخا راه العشيه، درنا الديبار تاع ل4:30، دابا راها تقريبا ل5 والزياده. المهم حنايا جالسين دابا يلا خدينا حريره، وباقي عاد غادي يجيبوا لنا داكشي الاخر. وريتاج راه يا ريتاج، يا كاريتاج اماما واخ. يلا البنات، المهم خليكم معايا البنات. هاد المره جينا لقينا عندهم الحريره وشميت ريحتها وتشهيتها، وخدينا حتى الحريره. المهم انا غادي نذوقها نرد عليكم كيفاش دايره. هما جابوا لينا هاد المره، درنا لدند للدراري، هما كيبغيو الصوصيص، ما لقيناش عندهم الصوصيص، ودرنا هاد المره غير هذا لادنت ريتازا. هو اتا يا هو لهاد الشيء بابا. هو طبيعي عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين. مهم نوزونا على طلب بزاف ديال الناس اللي هنا كيسكنوا في الحومه ديالي ديال حي الامل. كاين واحد مول 5 دراهم يلا فتح جديد، عنده داكشي زوين. المهم انا غادي نعيط لكم فين جا بالضبط، غادي نقول لكم فين جا، حيت حتى انا ما كنتش كنعرفو. وجاوني بزاف ديال التعاليق، قالوا لي بشرى عافاك ديري لنا جوله عند مول 5 دراهم اللي كاين في حي الامل، وانا ما عرفتوش فين كاين بالضبط. المهم انا دابا غير طحت فيه بالصدفه، بقيت كنسول حتى قلت لهم فين جا، حتى عرفتوا فين جا. وانا غادي ندير لكم واحد الدويره فيه، غنبدا لكم من على برا باش تشوفوا هكذايا نعت فين جا بالضبط، وعاد غادي ندخل معكم لداخل. المهم البنات خليكم معايا، ومرحبا بالناس ديال حي الامل، دوار جديد، دوار عياد، كاملين بكم اجيو لهنايا عند هاد السيده اللي كاينه هنايا. المهم واحد المحل اللي هو بيان ايكيبي وزوين وداكشي متيول. انا غادي نبدا معكم من الباب باش تعرفوا فين جا. ثم البنات هنايا هادي كاينه الكوميساريه، الناس ديال دوار عياد اللي غادي يهبطوا من هنا راه الكوميساريه عارفينها، وخلاص اللي في الحومه ديالي انا حي الامل غتجيو من التحت. المهم هادي هي الكوميساريه، وهنا غتلقاوه في الدرب، راه فين معلقه هذيك ديال لا فارماسي راهي غتبان لكم. ها هو المحل هنايا، متجر رشيد، كلشي ب5 دراهم. ها نتوما هما، هذا راه جاي حدا هذا البلان هذا خاوي، والمحل هو هذا. انا غادي ندير لكم فيه تور لداخل، ونتمنى تكونوا عرفتوا بالضبط نعت فين جا من هنا. الناس اللي طالعين من هنا يسمحوا لي، دابا صورت لكم بالليل، الناس اللي طالعين من جهه التيرمينوس ديال الطوبيس غطلعوا من تمايا. المهم انا هنا غادي نبداو من الباب، وها انا معاكم. ها نتوما يا البنات، ملي كتدخلوا هنايا عند هادوك لي بارفا هنايا، راكم عارفينهم، هادو كيديروهم للدري الوليدات هكايا اللي بعتين هنايا في هاد الجهه هادي. مهم داكشي راه منظم وبيان ايكيبي، حاطه هكايا بالتواول كاع داك لي برودوي ديال 5 دراهم. ها نتوما اي حاجه قلبتوا عليها غادي تلقاوها. صراحه حنايا في حي الامل عندنا المحلات ديال 5 دراهم قلال شويه، ما عندناش بزاف، وحتى الا لقيتوهم ما كتلقاوش فيهم كاع داكشي اللي بغيتو. هنايا تبارك الله عندها كلشي، وماشي محطوط مخربق هكذا، يعني عندها محطوط ومنظم. غتبان لكم الحاجه ديال المواد الغذائيه بوحدها في هاد الجهه هادي على اليسار، والاخرين داكشي ديال البلاستيك في اليمين. المهم داكشي عندها منظم بزاف. هادو هنايا هادو اللي كياخذ المايس وداكشي هنايا كاينين. المهم اي حاجه كتحتاجوها، سواء الحلوه سواء البيتزا سواء لي سالاد، اي حاجه كتحتاجوها غادي تلقاوها هنا. وهنايا ها نتوما كيف ما كتشوفوا، صراحه بزاف ديال البنات قالوا لي بشرى ديري لنا واحد الجوله عند مولات 5 دراهم في حي الامل. وكيف قلت لكم ما عرفتش، شوفوا هذا البلاطو شحال زويون، جاي زويون هكايا، ديروا فيه الماء ديال الماء هكايا، الماء والكويسات ديالو. هادو البنات دايره لهم غير ب3.50 دراهم، شوفوا ما دايرهش لهم 5 دراهم، دايره لهم غير 3.50 دراهم. زوينين كيبانوا بحال ديال الدجاج هكايا اللون. هادو انا عندي بحالها 3.50 دراهم، هادي كندير فيها المعلقات، وهنايا المليحه وكمون. مهم داكشي، وهادي ديال البيض شوفوا شحال زويونه، صراحه داكشي زويون. هادي ديال المغرفه هانتوما. مهم اي حاجه قلبتوا عليها غادي تلقاوها هنايا. هادو انا شفتهم غير عند هذاك اللي في الشارع، ها هي حتى هي عندها هنا، يعني بلا ما تحتاجوا ديبلاصاو.
وهذه البنات اللي حمقاتني انا اختي توحيده، هذه بالنسبه لي مامون اللي عندهم الوليدات ديالهم كيقراو في المدارس ديالها، دراكم كتعرفوا كيبغيو يديو البنان وما تي كيتخسر هكا كيتبعز ليهم البنان. هذه زوينه كتحليها بحال هكا كتحطي الوليدات هكا البنانه وكتسدي كتبقى شاده هذيك لا فورم ديالها كتبقى شاده. مهم عندها صراحه داكشي زويون وعجبتني حتى الطريقه باش مرتبهم. شوفوا البنات انا هاد لا كولور كتحمقني في الزلايف. فنا 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 زوينين هادو بخمسة دراهم. وهنايا هادو ديال البيض، هنايا الجهه دايره فيها بلاستيك، لا هذا دجاج. زوينين البنات، غير الناس ديال دوار جديد وديال دوار عياد مرحبا بكم لهنايا لعند السيده اللي كاينه هنايا. فهذا راه كاين حدا الكوميساريه، راني عطيتكم النعت بالضبط فين كاين. هاد القريعات هادو 5 دراهم حتى هما زوينين، ديال هكايا زيت البلديه تحطوهم هكايا حداكم في الكوزينه. وهنايا هادو شامبوان، هادو البنات زوينين. انايا عندي واحد كنصبن به لا شال وكنصبن به هكذايا ملي تنكون هكايا الكوش كنصبنهم به كيخرجوا فنين. مهم هذا كلينيكس صراحه داكشي زوين. كيف قلت لكم اللي عجبني هو الطريقه باش منظمه، الطريقه باش منظمه المحل داكشي باين، يعني ماشي تدخل وتلف وتقول لها زعما تسول على شي حاجه، كلشي كاين قدامكم. هنايا هذايا ليكيد، هذا ماشي ليكيد، المعجون ديال المعنات هنايا حتى هو هذا معجون. المهم انا حاولت نبين لكم كل شيء، كاع داكشي اللي عندها حاولت انني نبينه لكم هكايا باش يجي واضح. حتى الحنينه يا البنات كاينه، شوفوا. وهنايا لي لانجيت. مهم اي حاجه قلبتوا عليها غتلقاوها هنا. وكيف قلت لكم اللي زوين في هذا الشيء كامل هو الطريقه باش دايره التنظيم بواحد الطريقه اللي هي زوينه وواضحه. هادو فينين؟ هادو كيلصقوا هكذا، كيجيو دايرين بحال الزليجه، كيجيو فنين. هكا اللي عندكم هكا شي بلاصه فيها شي زليجه مهرسه في الكوزينه مثلا، ركبتو الشوفو ولا وما لقيتوش داك الزليجه بحال داك الشكل اللي عندكم، وبحال هذه كتلصقوها وصافي. شوفوا هذا الموديل، هذا جاي زويون، هذا بحال الحجر جاي غزال. صافي هادو البنات ديال هادو ديال انيفرسير. هذا البوني ديال الحمام، الا درتو الحنه ولا داك العشوب ولا الزيوت. وهنايا خلاص داكشي ديال المانيكور. وهذه ديال القديمات. وهنايا كاينين لي لانجيت وصافي. هادشي اللي كاين ها هو لابيلو، حتى هو هذا خلاص غير الدوزيام شو، ولكن حتى هو راه قضي الغرض. وبالنسبه للبنات اللي كياخذوا داكشي ديال المكياج هنايا ديال العكوره، راه واخا هادو كتلقى فيهم واحد لي كولور زوينين. وها هي هادي البنات، شوفوا هذا العكر، هذا راه زوين. انا ملي جات اختي كاين عندها واحد زوين، ها نتوما اللي بغيتو راه كاين هنا لعند السيده اللي كتدير 5 دراهم اللي كاينه في الفوق في حدا الكوميساريه. راني قلت لكم هذا البنات راه غزال، وكيضغطي لي ليفغ بواحد الطريقه زوينه. حتى لي كولور هنايا ديال الصبايغ زوينين، نتوما شوفوا ها هما لي كولور ديال الصبايغ. حتى هما زوين. شوفوا البنات هادو ما عرفتش، ما نظنش يكونوا بخمسة دراهم هادو. مهم غتا تجربوهم، ولكن ما تجربوهمش هكدا، جربوهم على يديكم ولا ولا شفتوهم راه زوينين خدوهم هادو وصافي. مهم انا حاولت نبين لكم هنايا كل شيء، وكيف قلت لكم حتى الطريقه باش ها هما لي كولور زوينين. لي كولور ديال الصبايغ جايين زوينين صراحه بزاف، سورتو هاد النيود هادو وهادو. هاد لا مارك راني ديجا خديت منها عندي صراحه، زوينه ما كتقشرش، غير هو ديرو فوق منها لاباس وصافي. في الاخر ها كيفاش جاي الشكل ديال المحل. وهاد العويدات البنات ها هما، حيت غادي ندير لكم واحد اللعيبه، غادي نصايبها لكم غتحتاجوا فيها هادو النهار اللي تبغيو تاخذوهم، اجيو خذوهم من هنايا حيت غادي تحتاجوهم. وانا خديتهم صراحه مع الطيب 9 دراهم، ولكن ها هما حدايا هنا غير بخمسة دراهم. مهم ماشي مشكل، النهار اللي تبغيوهم اجيو غير لهنايا خذوهم من عندها. صافي هادشي اللي كاين.